بس تفاعلات يجيونا حتى على صفحتنا رشيد بخصوص الملاعبيه الجزائريه اللي هربوا مثلا للنجم الساحلي والا لفرق اخرى. من اهم الملفات السخونه معناها اللي بتجي للهيئه باش تقلد باش تاخذ مقاليد النادي بعد 21 فيفري اللي هو ملف نتاع اللاعبين الجزائريين اللي الى حد اللحظه لم يتم تاهيلهم. اول شيء معناتها كما تعرفوا البارح لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول جامعة التونسية كرة القدم الى بلوكي لو ترونسفير معناتها نتاعهم هما من النادي الافريقي الى فرق اخرى. هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية باش تكون عندك ريسك كبير برشا نتاع كونه هما باش يشكيوا زاد على مستحقاتهم خاطر هما في الأخر ما هم إلا لاعبي كرة قدم ويحبوا يلعبوا دونك الوضعية نتاعهم نجم عم تفهمها هما صبروا برشا قعدوا يتدربوا عندهم اسم زاد في البطولة الجزائرية هذا معروف. يقول لك انا اليوم صبرت لمده 8 شهور فماش علاش اذا كان ما فماش رفع منع الانتداب ما تحرمنيش نمشي لبلاصه اخرى، فكله منطقي، لكن من شيرة اخرى ضد الافريقي عنده حق اللي هو كونه ما ينجمش فريق اخر وقت ياخذ السلاح نتاعك ويحاربك به بطرق غير قانونيه، هذا نمره واحد. نمره اثنين بو اذا كان ما اهلتوش باش يكون ثم ريسك كبير برشا نتاع 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 خطايا جديده من جرة عن عدم تاهيلهم. ثم باش يكون ثم معناتها استراتيجي دو ترافاي على الدوسي هذايا تخص معناتها النيغوسياسيون معاهم ومع الانديه نتاعهم بور ليميتي لي ديغا. يقول لك اللي هو اليوم اذا كان لا قدر الله ما صارش رفع منع الانتداب اللي هو اخر ايموراجي باش تكون نتاع نزاعات في الوطن الافريقي، خاطر اليوم الهدف رقم واحد اللي هو تسكير سامحوني في الكلمه الفانا نتاع النزاعات. الهدف رقم واحد لازمك تخلص الفيفا وما تخلقش ديون اخرى. حاولتوش تتواصلوا معاه؟ في الهيئه التسييريه حاليا قاعدين يتواصلوا معاهم. الكل معناتها الا زوز اللي في تونس خاطر فما شكون مشى للجزائر زاد. زوز اللي في تونس بطبيعه الحال. وبالنسبه اللي مشاو للجزائر ما عنديش فكره. النعيجي وقت الحالي ما عنديش فكره، لكن المعلومه المؤكده اللي عندي للهيئه التسييريه اليوم قاعده تتواصل معاهم. كما قلت لك ماهوش باش تعطيهم معناتها تطمينات ولا اماني، لكن بور سيي دو ليميتي لي ديغا اي غاني دو طون بارابور للامكانيه نتاع رفع منع الانتداب كل فوا. فهمت؟ شوف اليوم الوضعيه نتاع الكلوب الفو ريزوني راهو عندك تخوا زاكس راهو قاعدين معناتها اليوم النادي الافريقي اي مواطن في النادي الافريقي لازم يخمم بطريقه هذيا. عندك النزاعات، عندك التسيير اليومي اللي هو مهم معناتها مش تسكر نزاعات وما تلهاش بالتسير اليومي تاع النادي، وعندك المهم زاده اعاده الهيكله دي موا تشاف الريزولتا الصغار يتشافوا في القريب العاجل في الاسابيع القادمه، معناتها تشوفوا شويه تنظيم الناس لونتوراج يوضح نتاع فروع نتاع فرع كره القدم ولا غيره، تكون ثم انفيزيبيليتي يكون ثم حضور في التمارين حضور في الحديقه الخدمه تكون في الحديقه هذا اي سورتو شفافيه في الارقام. من الحاجات من هذه المؤكده واليقين الحاجات اموال نجم نوعد بها هذه اللي عندي انا معناها لكونه تكون ثم شفافيه كل سوا في النزاعات ما تم خلاصه وخاصه في المداخيل الفلوس اللي باش تدخل ولا اللي دخلت. قال لي هذا هو في المنطقه. رشيد وقال ان القائمه نتاعكم ورئيسها خاصه يوسف العلمي مدعوم من رئيس الجامعه وديع الجري هو اللي حثه خاصه على ترشح. والله قل لك انا واحد من الناس مثلا من اصدقائه معناتها سي يوسف العلمي من الناس اللي قلت له ترشح على ابري ما نعرفش سي وديع الجري قال ولا لا ما اعرفش له هو، لكن انا ما عنديش المعلومه هذه. معناتها ما كنتش مدعومين من حتى النادي الافريقي. معناها مدعوم شوف مثلا بطبيعه شوف بطبيعه الحال ما نعرفش معناتها نجم يكون ثم معناتها انسان يقول معناتها يعطي كما نقولوا نوت باهيه في عباد يقول هذوما راهم باهيين ولا ينجموا يعاونوا ولا كذا، فقط ما نظنش اللي ثم دعم دون لو سونس اللي عبد معناتها يستعمل في وسائل باش قايمه تنجح على حساب اخرى، ما نظنش اللي هذا موجود. خاصه اللي نعرفوا الانتخابات هذه بتشرف عليها الجامعه معناتها. بتشرف عليها الجامعه مكرونه خاك لا بطل، ما كانش اختيار بحكم اللي اليوم عندنا فراغ قانوني واعطيتني فرصه باش نربط مع نقطه مهمه جدا. فراغ اللي هو اليوم النادي الافريقي ما عندوش هيئه مستقله بتاعه الانتخابات اللي هي سي اون ريزولتانت من اسامبلي جينيرال، لازم المنخرطين هم اللي ينتخبوا لجنه مستقله للانتخابات، وكما تعرفوا في 2018 اخر لجنه مستقله للانتخابات استقالت، ومن وقتها النادي الافريقي ما نظمش حتى جلسه عامه، فهذاك هو الفراغ اللي تخلق داير ربط لي بحاجه اللي اليوم عندنا اون اوبليغاسيون قانونيه لتنظيم جلسه عامه تقييميه باش العباد تشوف التقارير الماليه والادبيه، هذا رقم واحد، ورقم اثنين الانتخاب الهياكل الناقصه في النادي الافريقي والدعوه ذاك المنخرطين بيان سور يراو معناتها نيسيسيتي في هذاك، ونتخيل هذاك هو اللي باش يصير الدعوه لجلسه عامه خارقه العاده لتنقيح القانون الاساسي اللي هو اوتور دو
القانون الاساسي على الافريقي تنجم برشا امور بتاع هيكله وبتاع نظام وبتاع بتاع بتاع عدم تكرار هفوات مثلا سابقه ما تعاودش تتعاود. لكن هذا كله مربوط بشويه وقت ان شاء الله في الاشهر القادمه، معناتها في اول فرصه، معناتها كوسوسوا معناتها البروتوكول سانيتير يسمح بشيء ذاك، لكن النيه وذا بالقانون ماهوش اختيار وما جابش يكون في برنامج ولا في وعد، هذا قانون مفروض عليك اللي كونك تعمل جلسه عامه تقييميه ثم تعمل جلسه عامه خلق العاده دقيقه الاساسي. ولا يوسف العلمي كان في مكتب ذهبته استقال، كان عنده طموحات اخرى تبدلت معناها الله يسلو هو المنظر. خاطر انت تمثل القائمة اليوم. لا ما شوف انا اليوم شوف ما نظنش من النوع اللي عنده طموحات معناتها اوكي اخرى، ما نعرفش كيما زعما شنو طموحات. طموحات مثلا باش رئاسة رابطة، رئاسة الجامعة، عضو جامعي، كتب عنده طموحات من النوع هذا وبعد تبدلت، ولا شنو رايك انت؟ حكيت معاه في النقطة هذه ولا وضعية الكلوب للأمانة انه يرجع للكلوب؟ هي وضعية الكلوب حتمت رقم واحد، رقم اثنين انا في عضو معناتها احسن معناتها ما ثم طموح اقوى من النادي الافريقي ما نظنش. خاطر ما كانش في مخه نتصور حتى في الفتره قريبه ما تعديت ما كانش في والله شوف ذوبا لي كونديداتور من عكاية سي فري كل واحد عنده حاجات في مخه معناتها تقول له في بعض الاحيان قدم تو فرونس كذا وكل، لكن ديما راهو الظرفيه راهو الاسابيع الاخرى هي اللي تكون ديترمينونت، راهو فهمت اذا كان ثم انكوراجمون ثم ناس تعطي فيك ثقه وكل باش تكون موجود ينجم واحد يسموتيف ويمشي. اما باش تقول لي كانت عنده طموحات اخرى اول شيء تساله هو، لكن انا نتخيل كي ويظهر لي حتى يقين شوي ما ثماش معناتها اقوى من نتخيل من رئاسه حاجه تحبها معناها كمان الافريقي.